شارك المعرفة. ربما لم تسمع بها من قبل، لكن كاثي شخص يمكنك تعلم الكثير منه. إليك 10 أشياء عنها. تعد كاثي وود واحدة من أنجح المستثمرين الذين لم تسمع بهم من قبل. تصفها وول ستريت جورنال بأنها رائعة، وقد تصبح الوجه الجديد لسوق الأسهم. إنها المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات لشركة ARK Invest، والتي كانت العام الماضي شركة الصناديق الأسرع نمواً في التاريخ. إنها أيضاً حاضرة باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحصد مقاطع الفيديو الخاصة بها على يوتيوب ملايين المشاهدات. لذلك دعونا نتعمق في 10 أشياء لم تكن تعرفها عن كاثي وود. يمكنك دائماً البدء في الاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية عبر منصة باينانس العالمية. سجل مجاناً عبر الرابط في صندوق الوصف وتمتع بميزات استثمارية رائعة. أولاً، تلخيص سريع عن خلفيتها. نشأت كاثي وود في لوس أنجلوس، حيث التحقت بالمدرسة الكاثوليكية للفتيات فقط بأكاديمية نوتردام، وحصلت على بكالوريوس العلوم في المالية والاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث وجدت معلمها الاقتصادي آرثر لافر. يتذكر آرثر أول لقاء لكاثي قائلاً: كان من الواضح أن شيئاً ما كان يدفع هذه الشابة حقاً. بعد دراستها عملت كخبير اقتصادي لمن يقارب العقدين، حيث وجدت كاثي مكانتها في الاستثمار. ثانياً، شقت طريقها الخاص. خلال فترة عملها في جينيسون، شعرت بالإحباط بسبب حقيقة أن المحللين لم يمنحوها أي أسهم جيدة لتديرها. شعرت حينها أنها كانت كلبة صغيرة تبحث عن قصاصات تحت الطاولة. لذا بدأت تبحث في أي مكان آخر. وجدت شركات كانت تقع عند تقاطع العديد من الصناعات، وأدركت بسرعة أن هذا هو المكان الذي يحدث فيه الابتكار الحقيقي. انتقلت كاثي لاحقاً للانضمام إلى آلانس برنستين، حيث أشرفت على محفظة بمليارات الدولارات. ومع ذلك تمت مقارنة أدائها بالمؤشرات المعيارية، وخطرت لها فكرة إنشاء صندوق لشركتها الخاصة. وفي عام 2014 تركت كاثي الشركة وبدأت شركتها الخاصة التي تحمل اسم ARK Invest. ثالثاً، الذهاب في الاتجاه المعاكس. قبل أن يبدأ ARK Wood، كان سوق الأسهم يدخل في حركة إدارة سلبية. كان جميع المستثمرين تقريباً ينقلون أسهمهم إلى صناديق المؤشرات والتي كانت آمنة، ولكنها قدمت عوائد قليلة على مدى فترة طويلة من الزمن. أرادت كاثي شيئاً آخر، وكانت تعتقد أن القيمة الحقيقية تكمن في التقنيات التخريبية. كانت هذه الطريقة في النظر إلى الابتكار أحد ركائز نجاحها. السبب الثاني الذي جعلها تريد شركتها الخاصة هو إجراء بحث أكثر تعقيداً. لقد أرادت الحرية في تسخير قوة وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع شبكتها، أن تكون أساساً في خضم الأحداث. لقد اكتشفت أنه لكي تتقدم الشركة حقاً وتصبح مربحة بشكل كبير في المستقبل، فإنها تحتاج إلى إنشاء صناعتها وسوقها الخاصين، وقد وجدت المرشح المثالي تسلا. رابعاً، نداء تسلا. ربما كانت هذه هي الخطوة التي وضعت كاثي على الخريطة. في أكتوبر 2018 قدمت تنبؤاً أصبح مشهوراً الآن، وهو: نعتقد أنه يجب تسعير تسلا في السوق اليوم بسعر 2000 دولار، وهدفنا السعر 4000 دولار في 5 سنوات. كانت خاطئة، ليس مع السعر ولكن مع الوقت. حدث ذلك بعد عامين فقط، عندما شهدت تسلا ارتفاعاً فلكياً بالنسبة إلى كاثي ومستثمريها. كان ذلك يعني زيادة أرباح رائعة بنسبة 1200%. قالت إن الآخرين فشلوا في رؤية الصورة الأكبر. أصبحت السيارات الكهربائية أكثر شيوعاً، والبطاريات أصبحت أرخص وأفضل، وهذا يعني أن تكاليف الإنتاج ستكون أقل، والأسعار بدورها ستكون أكثر سهولة، وسيزداد الطلب في النهاية. وهذا ما يحدث إلى حد كبير. أصبح عالم الاستثمار فجأة نبياً جديداً لسوق الأسهم. خامساً، تنبؤات جريئة. شيء واحد تشتهر به كاثي وود هو تنبؤاتها الجريئة. إنها لا تخشى التحدث علناً عن وما تبحث عنه في الشركات. سارع المشككون إلى مناقشة استراتيجيتها مع تسلا، لكنها عادت بأوراق أكثر تفوقاً. وهذا بالكاد هو أول توقع قامت به،
كانت ARK Invest تشتري وتوصي بالعملات الرقمية عندما كان سعر البيتكوين $250. نحن نعلم كيف تم ذلك. لقد وصل للتو إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق $63,000، ولا تزال متفائلة للغاية عندما يتعلق الأمر بعملة البيتكوين. سادساً، صافي القيمة. أن تكون على حق طوال الوقت يجب أن يعود بثماره، أليس كذلك؟ في عام 2020 أضافت مجلة فوربس كاثي وود إلى قائمة أفضل النساء العصاميات في أمريكا بقيمة صافية تقدر ب $250 مليون. شهد صندوقها الابتكاري الرائد البالغ $24.5 مليار زيادة بنسبة 150% العام الماضي، كما حصدت لها استراتيجيتها مع تسلا وكرايبيتو ثروة هائلة. سابعاً، نصيحتها بشأن الاستثمار. كما ذكرنا سابقاً، بالنسبة لكاثي الاضطراب هو اسم اللعبة. تركز شركتها على 5 منصات يعتقدون أنها ستحقق أكبر التطورات في السنوات التالية. هذه المنصات هي تسلسل الحمض النووي، الذكاء الاصطناعي، تخزين الطاقة، بلوكشين، وعلم الروبوتات. تستثمر شركتها أيضاً بشكل كبير في أبحاثهم. قالت كاثي في مقطع فيديو حديث على قناتها على اليوتيوب: نعتقد أننا على الجانب الصحيح من التغيير، وسوف يؤدي الابتكار التخريبي إلى تحقيق مسارات نمو خيالية للعديد من شركاتنا، معظمها معدلات نمو هائلة، وأعتقد أن بعض الناس يجدونها غير معقولة. ثامناً، أفضل القطاعات للاستثمار. كما تتحدث كاثي بصوت عال حول ما تعتقد أنها ستكون أكثر القطاعات اضطراباً من وجهة نظرها، ستكون السيارات الكهربائية والمركبات ذات القيادة والمحافظ الرقمية من أهم الأسواق التي يجب متابعتها والاستثمار فيها. وعندما تفكر في الأمر، شهدت صناعة التكنولوجيا المالية مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في شعبيتها، حيث وصف الكثيرون عام 2021 بأنه عام المستهلك المتصل. وعلى الجانب الآخر، هناك المزيد والمزيد من الشركات التي تدخل سوق السيارات الكهربائية، حيث يسعى نيو وراء تسلا. إذا كنت تفكر في القيام ببعض الاستثمارات، تحقق من 15 علامة حمراء في الاستثمار لتجنب ارتكاب أي أخطاء. تاسعاً، وجهة نظرها في مستثمري التجزئة. بعد ملحمة جيم ستوب، حيث تمكن المستثمرون الأفراد من إفلاس صندوق تحوط كامل، بدأ الناس في سوق الأسهم العالمية في إيلاء المزيد من الاهتمام لما يحدث مع التجزئة. ذكرت كاثي وود أن المؤسسات الكبيرة مثل صناديق التحوط ليس لديها الرفاهية للعب اللعبة طويلة المدى، لأنه يتم قياسها سنوياً بناءً على الأداء السابق. لذا فإن الاستثمار في شركة ليس لديها أرباح خلال السنوات الخمس الأولى ليس حقاً خطة جيدة بالنسبة لهم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى طردهم من العمل. ومع ذلك، فإن المستثمرين الأفراد ليس لديهم مهنة استثمارية تعرضهم للخطر. إنهم لا يهتمون حقاً بالعروض السابقة، وليس لديهم مشكلة في الذهاب إلى القمر لأجل الأسهم التي يحبونها. عاشراً، ما يحمله المستقبل. شهد الشهرين الماضيين انخفاضاً في عائدات كاثي وود، مع انهيار صندوقها الشهير للابتكار بنسبة 31%. يقول البعض إن ركوب القطار لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لكنها لا تزال واثقة من قدرتها على الحكم على المستقبل. افتراضها هو أن الناس سيتبنون باستمرار التقنيات الجديدة التي تحل المشاكل الرئيسية في حياتهم. وعندما تنظر إلى ما أخبرنا به التاريخ، كان هذا دائماً صحيحاً. قطع الهاتف الرسالة، قتل التلفزيون الراديو، في النهاية ستجعل المحافظ الرقمية النقود عديمة الفائدة. إذا كان هناك شيء يمكننا قوله، هو أنه لا يمكنك إيقاف التقدم التكنولوجي، كما لا يمكنك فعله هو التأكد من أنك على الجانب الصحيح من التغيير.